البنات كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم لا فيديو اللي كاملين طلبتوه مني في التعليقات، يعني اي تعليق شفتوه من تحت وصفاتي الطبيعيه كنلقى ان واحد ولا جوج ديال البنات كيقولوا لي عافاك حنايا مزروبين، يعني عرسنا قرب وبغينا شي دواء اللي هو افيكاس اللي هو يعطينا نتيجه بسرعه ويحيد لنا ليطاج ديال الحبوب من وجهنا. انا بحكم تجربتي في الحبوب وديجا داز عليا حب الشباب، فانا غادي نعطيكم نصيحه اللي انا جربتها. هذه جربتها لدرجه ان صاحبتي مشات فرنسا رجعت من مصر 6 شهور قالت لي دنيا مال وجهك بياض، قلت لها ما بياضش، قالت لي بياض بياض شوفي وجهك مزيان غادي تلقيه بياضيتي. علاش انا ما لاحظتهاش؟ والله العظيم ما لاحظتها، ولكن كل شيء لاحظها فيا، وملي لاحظها فيا كل شيء، فانا جلست وحققت لقيت بالصح. ما كذبوش عليا وجهي ولا صافي ولا بيض، يعني ما ولا فيه واحد اللمعه، كلشي طلب مني شنو درت. فانا غادي نتقاسمها معاكم، هذه تجربتي الخاصه، ما كاين لا اشهار ولا هم يحزنون، هذه نصيحه من عندي للبنات اللي هما يعني باغين ان ليطاج ديال الحبوب يتحيد لهم في اسرع وقت. فهذا هو البرودوي الوحيد اللي غادي يحيد لكم ليطاج من وجهكم، لكن بشرط البنات هذا كيدار في الليل مره واحده في الليل، يعني كتغسلوا وجهكم بالقماش مقشر اي حاجه عندكم كديروها كتغسلوا بها وجهكم، ومن بعد غادي ديروا هذا البرودوي هذا في وجهكم الليله كامله. غير غادي ديروا لانه هو شفاف داير بحال جل، غير غادي ديروا غادي تحسوا بانه ولا لكم بحال ماسك على وجهكم، طبقه ديال ماسك رقيقه على وجهكم، وغادي تنعسوا به لغد ليه ما غاديش تبقاو حاسين به. ولكن ضروري ضروري انكم تغسلوا عاودوا وجهكم بمقشر وتمسحوا مزيان، وقبل ما تخرجوا للشمس غادي ديروا واقي من الشمس على وجهكم. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي انا استخدمت وشفت نتيجة، اقسم بالله، يعني دون كذوب ولا اشهار. هادشي بغيتو البنات يستافدوا منه لان كلشي طلبها مني، وبما انني كنعتبركم عائلتي فانا كنصحكم كيف ما كنصح اختي ولا كنصح شي واحد نيت من العائله. هذا خطير بزاف، البنات كاملين استروا لي على هاشتاغ خطير، كلشي كيقول لي كتقولي خطير. المهم خليونا من الضحك. فكيف ما قلت لكم انا حب شباب بدا فيا في السن ديال 20 عام، لدرجه ان حتى شواربي تاهما ناض فيهم وجهي كامل، يعني وجهي كامل طلص بحب شباب. ملي مشيت عند الديرماتو فهو عطاه ليا قال لي الحب شباب ديالك يعني ماشي اللي هو النوع ديالو خايب، ما فيه لا قيح لا والو، ولكن كيخلي لاطراس. انا كنصح البنات اللي بحالي، يعني كيخلي لكم لاطراس، ما فيه لا حب لا كيكون مقيح لا كيكون كبير لا والو، ولكن فاش كيمشي كيخلي واحد الطاش طراس اللي هي كتكون اللون ديالها غامق. هذا المنتوج هذا تبعوه اقسم بالله البنات، كنحلف على صدق ما غيبقى فيكم حتى طبعه، حتى شي طبعه في وجهكم، وجهكم غادي تصدموا بقوه ما هو صافي. انا كان اللي شافني كيقول لي عافاك اش درتي. نصحت بزاف ديال البنات فيسبوك، الا كانوا دابا كيشوفوني ممكن انهم يكومونطيو ويقول لكم شنو كاين، نصحت به بزاف ديال البنات فيسبوك وجاو قالوا لي الله يرحم لك الوالدين، يعني داك المنتوج راه حنا ما اضطرينا مشينا لا عند طبيب ولا خلصنا شي حاجه يعني اللي هي باهظه، كلنا كنعرفوا ناطو ديال الجلد يعني شويه غالي، فانا نصحتهم به مشاو شراوه. هذا المنتوج ما غاديش نكذب فهو شويه غالي في الثمن، ولكن المفعول ديالو واعر واعر بزاف. هذا هو المنتوج. كيكون داير على هذا الشكل هذا، هذا هو الشكل ديالو القديم. كيجي على هاد لا تيكستور هادي، هانتوما كيف ما غادي تشوفوا، يعني شفاف ما غاديش يبان لكم، ودير بحال هكا يعني سائل شفاف زوين بزاف. انا قلت لكم الطريقه ديالو انكم قبل ما غادي ديروه غادي ديروا مقشير وغادي ديروا على وجهكم، غتحسوا بحال لو ماسك، بحال درتو ماسك ولكن شفاف ما كيبانش. نعسوا به لغد ليه في الصباح نفس الشيء، غادي ديروا قماش لوجهكم وغادي ديروا واقي من الشمس قبل ما تخرجوا. الثمن ديالو ها هو اوري لكم، فهو 385 درهم. هذه شريتو من الفرماسيان بهذا الثمن، ممكن انكم تشريو من بارا فارماسي بارخص. 385 درهم ما غاديش تضيعوها في الخاوي. انا قلت لكم البنات ما خصش يكون عندكم في البشره ديالكم حب الشباب، فقط ليطاج فقط طبايع. غادي تشكروني فوق ما تفكرتوني، انا استخدمته المده ديال 6 شهور كامله، نفس الروتين المده ديال 6 شهور كامله، يعني هو كندير مقشير كنديرو، هو كنوض الصباح كندير مقشير كندير يعني الواقي من الشمس، والله العظيم الى الوجه ديالكم غادي تصدموا بقوه، ما اللون ديالو غادي يتوحد ما غاديش يبقاو فيكم ليطاج ديال الحبوب.
هو الاسم ديالو بوفان 2. هيا بوفان 2 بوفان 2. فبهاد المنتوج غادي تخلصوا بصفه نهائيه من الاثر ديال حب الشباب على البشره ديالكم، ويعني البنات اللي هما قريب العرس ديالهم وهما مزروبين انهم يتخلصوا منها باسرع وقت، استخدموا هذا ما غاديش تندموا بصفه نهائيه، بشرط انكم تستخدموه بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. هكا انا نصحني الطبيب، هكا انا تبعت، وهكا انا لقيت النتيجه. كنتمنى هاد لا فيديو انكم تكونوا استفدتوا منه، هو خفيف ولكن فقط نصيحه للبنات اللي بزاف طلبوني في التعليقات، فانا جاوبت التعليقات اللي قديت عليها ولكن الكم الهائل ما قديتش انني نجاوبهم كاملين، لهذا قررت انني ندير فيديو صغير بهذا الشكل هذا وننصحكم بهذا المنتوج هذا، فانتم جربوه ما غاديش تندموا بصفه نهائيه. هذا بيان سور البنات اللي هما مزروبين وباغيين يشوفوا نتيجه في اسرع وقت، هذا غادي يفيدكم. البنات اللي ما مزروبينش وباغيين تاو ماشي حاجه اللي هي ايفيكاس بحال هذا المنتوج هذا، فهاد المنتوج ما غاديش تندموا عليه، ما غاديش تضيعوا فلوسكم في الخاوي، بالعكس غادي تشكروني عليه. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، انكم استفدتوا منه وانني فدتكم فيه. الا كان عندكم اقتراحات الفيديوهات الجايه ما تنساوش انكم تخليو ليا في التعليقات، ما تنساوش انكم تخليو ليا جيم وتعليقات اللي كنكون فرحانه وانا كنقراها، فانا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. مرحبا بالبنات الجداد اللي زادوا عندي في القناه ديالي، انا كنرحب بكم، فكنتو تبارك الله كم هائل اللي زاد في القناه ديالي، مرحبا بكم بيان سيو، مرحبا بالقدامات حتى هما. شكرا للتتبع ديالكم تعليقاتكم، فانا حافظاكم وحده بوحده. بيان سيو البنات اللي كيكومونطيو في كل فيديو كنشكركم بزاف 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 بزاف، وشكر للحب ديالكم ليا، لان الحب فهو لا كيتباع ولا كيتشرى، فهو كيتعطى من القلوب الصافيه. كنشكركم جزيل الشكر، وتهلاو فراسكم بزاف، ومع السلامه.